فضل رب. لو في كذا زوجة لرجل واحد يلزم العدل في الوقت، والغدا يكون يوميا في البيت اللي فيه أولاد. لا 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 لا، العدل عماد القسم الليل، يعني لازم يعدل في المبيت، يبيت عند هذه ليلة وعند تلك ليلة. أما في النهار والأشياء الخفيفة كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عند زينب فيطيل المكث عندها فتسقيه عسلا أحيانا في النهار، لكن عماد القسم الليل إلا إذا تراضيت الزوجات.